مساء الخير احبائي، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا الفيديو تاع اليوم. انا نرحب بكم على قناتي، قناه ريسيكلار هاند ميد دي اي واي. نقول لك اذا كانت هذه اول مره تفضل القناه، شارك في القناه وفعل خاصيه الجرس، لانه عندنا افكار ابداعيه وحصريه في الديكور والاشغال اليدويه والتدوير الفني. اذا كما عودكم اعزائي، دائما نطلع عليكم بديكورات، ديكورات طبيعية، ديكورات غير مكلفة، اقتصادية، تخدموها وحدكم بيديكم في المنزل. دونك جبت لكم اليوم هاد المنظمات تاع المطبخ، يعني السيدة تحتاجهم بزاف، على بالي عمليين بالبزاف، منظم للثوم، منظم للرند. هاد المنظمات خدمناهم بقماش الخيش الطبيعي المسترجع، وكذلك بكوير يعني الجلد المسترجع. نغتنم الفرصة باش نشكركم كامل على التعليقات والكلام الطيب لكم تخليه لي في التعليقات، ونرحب كذلك يعني بالمشتركين الجدد. تشوفوا يعني حتى التيزانة، هذه التيزانة لويزا لا فيرفين، يعني نخبيها في هذه الاكياس، سواء تاع قماش ولا هذه مسترجعة، يعني جات من فرنسا، جابوا فيها الفواكه استرجعتها. شوفوا الفواكه تاعهم كيفاش يبيعوهم، يعني في هذه الاكياس الطبيعية اللي ما تأذيش البيئة. كاين هادو تاني لي تيزان، هذه شريتها خطيفه من المعرض. شوفوا لومبالاج تاعها، يعني بيو ايكولوجيك، بيو ديغرادابل، يعني يتحلل بالكرتون. وكان هذيك النافذه يعني باش تشوفوا التيزان تاعكم فوالا، يعني ما ديروش ايفيتيو الاكياس بلاستيكيه، ما تحطوش لي تيزان تاعكم في الاكياس البلاستيكيه، لانه هذيك الماده البلاستيكيه تهاجر للغذاء تاعكم. راكم شفتوا المنظمات هادو كيفاش يقدر يكون مشروع يعني من المنزل. ديروا ثلاثه، يعني وحده للروند، الثوم، البصل، حتى لي زغب، يعني الحشاوي نخدموا بهم في المطبخ. دونك وسحقيت في هذا الورشه كيما تعودتوا، يعني شوفوا قطع من الخيش المسترجع. نتوما قلت لكم تقدروا ديروا اي قماش، يعني في الطول تاعو كان حوالي 45 سنتيمتر، والعرض تاعو كان حوالي 35 سنتيمتر. نتوما ديروا الاقياس اللي تحبوها، انا حبيتهم شويه صغار فوالا، حبيتهم شويه كبار تقدروا ديرهم كبار. جبت قماش كذلك راح نديرو في الوجه الداخلي، راكم شفتوا عندي يعني هاد لو كوبون كان عندي، بقاو لي منه بعض الاجزاء. جبت هاد لو كوير تاني، يعني لاذر، الجلد هدايا مسترجع. دونك حبيت نضيف هذيك اللمسه تاع الكوير، زادت له بزاف في الجمال تاعو. دونك عندي هاد القطع راح نخدم منهم، هذيك وين كتبت سويت هوم. جبت الماركر تاعي انديليبيل، كتبت نورمال سويت هوم ولا تكتبوا غير هوم. جبت الفرشات تاعي، هنا الفرشات لازم تكون هذيك الرقيقه كيما السياله، يعني الراس تاعها رقيق بزاف. وجبت لا بينتور اكريليك، يعني سقسيتوني على الاكريليك، صح شويه غاليه كيما هذه، تعمل حوالي 70000، يعني 700 دينار. جبت لا كولور بيج، تتباع عند مكتبات يعني كبيرة متوفرة فيها كل الألوان، وكتبت عادي يعني عاود فوق هذيك الكتابة بشكل بسيط كيما تقدروا نتوما في الكوير هذا، يعني في هذا الجلد تكتبوا لارتيكل تاعكم، يعني تكتبوا لاي باغ اكزومبل للثوم، تكتبوا لوغي يعني الرند، يعني تكتبوا اسم الشيء اللي راح تحطوه في والا يعني حتى في كاين افكار عديدة، يعني تديروه بالكوردون كيما شفتوا تكتبوه، ولا بالخيط هذاك اللي نديرو به لابغودغي، يعني ديرو بلا بغودغي تكتبو لارتيكل فوالا. دونك العمليه بسيطه، قلت لكم انا مانيش خياطه يعني محترفه، هاويه فقط. جبت القطعه تاع القماش الداخلي خيطهم في اثنين، يعني خيطت على الطول وخيطت لتحت القاعده، ودرت هذاك المثلث في الاسفل يعني باش تجيني قاعده للكيسين فقط. فقط لاحظتوا بانه القماش الداخلي درت له يعني ثنيه الفوق، يعني طويته 1 سنتيمتر وجوزته. نتوما تقدروا ديروها قبل ما تخيطوا الكيس تاعكم، بعد تخيطوه يعني في الطول ولتحت في القاعده. فوالا قلبت الكيس تاعي، لاحظوا كيفاش جات عنده هذيك القاعده يعني باش يقعد. والكيس الثاني كذلك كيما راهو ما نقلبوش، نحطوا كاين عده طرق هنايا، انا فضلت ابسط الطرق، يعني نحطوا لداخل في قلب الكيس تاع الخيش، وراح نثبتو بالدبابيس ونجوزو كامل يعني في الدائره هذيك يعني بماكينه الخياطه. ولكن قبل ما نخيط لازم ديروا الحامل تاعكم لحد تعلقوا به يعني الكيس تاعكم. دونك هنا الحامل لازم يكون في الوسط، انتبهوا يعني باش ما يجيكمش في الجانب، يعني ديروا دي غوبير بقلم ولا فوالا. دونك راح ندخل الحامل تاعي بهذا الشكل ونثبتو بالدبابيس، ونروح نجوزلو كامل بلا ماشينا كودا، يعني بماكينه الخياطه فوالا. دونك خدمت زوج، كنت حنخدم ثلاثه، خدمت زوج فوالا.
دونك هنايا شوفوا هاي اللي كاني ثبتها كامل بالدبابيس، والحامل تاعي كذلك راهو في مكانه، شوفوا راهو في الوسط، يعني عمليه جد بسيطه. تنحيوا هذاك القجر تاع لا ماشين وتروحوا تخيطوه بشكل بسيط. نفس الشيء يعني درتو مع الكيس الثاني، لاحظوا فوالا راني خيطته. دوك هنا هاد القطعه تاع الكوير كنتو قادرين يعني اللي يحب يخيطها من قبل يعني يخيطها في قماش الخيش يعني في المكان تاعها، والا انا فضلت عادي يعني بالسيليكون نثبتوها يعني كذلك في الوسط. فوالا وهكذا نكون كملت الكيس تاعي. قلت لكم هذا يعني هاد المنظمات مع البيش لاكوشتوها في سوغ لو مارشي يعني في الاسواق تاعنا راهي تنباع، والثمن تاعها يعني مكلف فوالا يعني ماشي رخيصه. وقلت لكم يعني اي وحده يعني هاويه تقدر تخدمها يعني في اقل من ساعه، يعني تكوني خدمتي ثلاث منظمات باش قلت لكم نيفيتي وهذاك هذوك الاكياس تاع البلاستيك، يعني ما تخلوش لي زارتيكل تاعكم في الاكياس البلاستيكيه باسكو مضر جدا بالصحه، وهذا هو الهدف تاع الفيديوهات تاعنا. قلت لكم انني نبارطاجي معكم يعني يومياتي واش راني ندير يعني الاشياء اللي نديرها في المنزل، وهكذاك يعني نرفعوا الوعي خاصه عند السيده، لانه السيده هي اللي راهي في المطبخ، هي تطبخ لولادها من يعني من الاحسن دو بريفيرونس تكون السيده يعني واعيه، ماشي غير يعني الفيديو اللي تشوفوها تتبعوا، نو لازم نكونوا مثقفين ونكونوا واعيين هكذاك، لانه صحتنا كما تعرفوا هي راس مالنا. فوالا كشتو هاد لو موديل اللي شفتوه سيسبوندو يعني ثلاثه، هاوليك قماش اخر ومكتوبين يعني بالكوردون تاع الخيش، يعني كاين عده افكار. نتوما دائما نقول لكم انا نعطيكم لا باز القاعده، وانتم فوز انسبيري يعني ديروا افكار تاعكم جسدوها في مشاريع وعلاش لا. شوفوا الرند يعني كنت ندير فيه واحد الريحه فريمون راهي تطلع من تخرج منه. بالمناسبه يعني جو بروفيت باش نقول لكم باللي الرند في الشتاء يعني استعملوه في لي تيزان، في بخرو به، يعني مفيد جدا في حاله هاد الفيروسات، يعني كيكونوا لا غريب يعقم لكم الجو باسكو فيه في معقمات. شوفوا هنايا فوالا درت الثوم تاعي، درت الرند، وتقدروا يعني باش في مكان ما تكتبوا تجيبوا يعني حبه تاع الثوم هكذا تحطوها فوالا باش يبان بلي هذا الكيس تاع الثوم، تحطوا ورقه تاع الرند كذلك يعني تلصقوها باش يبان هذا الكيس تاع الرند فوالا، وتكون يعني حتى يكون نوع من الديكور. شوفوا شحال خرج الشباب فوالا. دونك هذه افكار مختلفه، شوفوا في النهايه يعني النتيجه خرجت شابه عجبتني فوالا. ودرت منظمات يعني ما شريتهمش، ما خسرت حتى دراهم، جوزت وقتي، قلت لكم الاشغال اليدويه سي دو لا ثيرابي، يعني تنحيوا هذاك التقلق اللي يكون فيكم وتجوزوا الوقت تاعكم وتستثمروا في الوقت تاعكم فوالا. دونك كانت هذه هي الفكره تاع اليوم، جيسبر ان شاء الله تكون تعجبكم. تقدروا تبارطاجيو اعمالكم في الجروب تاعنا تاع فيسبوك بازار دو ريسيكلاج، ولا تبعتوا لي في الانستغرام، راح نخلي لكم لو ليان في صندوق الوصف فوالا. في النهايه نقول لكم تهلاو في وحدكم وبقاو على خير، مع السلامه.